هادي زمان وحتى اليوم لا هذا واكثر في الازمه الصحيه اللي كنعيشوا روح المقاوله كيجري في عروق كاع المغربيات والمغاربه كيف ما كانت اعمارهم واصولهم او ظروفهم الاجتماعيه والنتيجه الربع ديال المغاربه اللي خدامين كيفكروا يطلقوا مقاولاتهم والنص ديالهم التكنولوجيا الحديثه. هادشي علاش وبفضل هاد النشاط المقاولاتي ولات المقاولات الناشئه كتلعب دور مهم في اقتصاد المملكه في السنوات الاخيره. وغير في العام اللي فات دخلوا المستثمرين 11 مليون دولار في المقاولات الناشئه المغربيه. واليوم الكثير كيطمحوا يتبعوا نفس الطريق، هاملين معاهم افكار جديده باش يلبيو حاجة المغاربة واللي ممكن تخلق مئات مناصب الشغل. لكن بين حلم العمر وتحقيق المشروع كاينه خطوة واحدة اللي ماشي ديما ساهل الواحد يديرها. داكشي علاش والعام الثاني على التوالي قررنا نمدوا يدينا لهاد المقاولين المغاربة اللي عندهم طموح وباغيين يساهموا في النمو ديال بلادنا. أنا شنو كنتسنى من المستثمرين؟ هو انني بغيتهم يدخلوا معنا بقلوبهم وجيوبهم. عطيناهم الفرصه باش يتلاقاو مع البعض من اكبر المستثمرين في بلادنا. المقاول الثاني في البراين ديال هذه الامسيه غادي يوقف قدام نفس المستثمرين سلمى بن عدو الادريسي، رشيد سالك، زهير الخديسي، مهدي علوي، ودريس سلاوي. محمد مقاول شاب مشارك معنا في البرايم الثاني عرف في جال من الازمه الصحيه اللي كنعيشوا فرصه باش يطور المقاوله ديالو ويتحدى هالظروف الصعبه ونفسه. محمد مدن 34 سنه، مدينه الدار البيضاء، زاديت في مدينه فاس، كبرت في مدينه فاس. الهوايه ديالي كانت في الصغر هي كره القدم. ملي وصلت ليسي بانت عندي واحد الهوايه واحده اخرى واللي هي الانفورماتيك. كنت كنشري بيسيات قدام او دي كومبوزونت اللي ما خدامينش كنصلحهم وكنعاود نبيعهم. كان دو الصيف انا وصحابي كنا كنمشيو كنخدموا كوم دي سيرفور مع التريتور، نجحت في الباك بمقبول، قررت انني نعاود باك ليبر والحمد لله اللي قدرت ناخذه بواحد النقطه اللي هي كبيره، وهنا خولتني انني نقرا في نفس الوقت في المدرسه العليا للتكنولوجيا بمدينه فاس، زائد الباك القديم درت به دفعته في لافاك كليه الاقتصاد. اول خدمه خدمتها بعد ما شديت الدويتي ديالي هي كيسي، ولكن هذه الخدمه هذه لقيتها انها ما كتواكبش الطموح ديالي، هذا الشيء علاش قررت انني نكمل قرايتي وندير ليسونس بروفيسيونيل. من بعد جات لا ستابيليتي وقدرت نخدم في كوم انيماتور ديجيتال في واحد لا هولدين اللي هي كبيره، احتاجت كورونا وبحالي بحال بزاف ديال المغاربه لقيت راسي بين ليله وضحاها في قط العمل ديالي. الحمد لله لقيت واحد الزوجه اللي هي داعمه اللي قدرت تدعمني في الوقت اللي انا ما خدامش وعاد كنقلب على باش المصروف اليومي ديالي، ومن هنا جات الفكره ديال المشروع اصلا. كنتظروا من لي بيزنس انجلز الدعم المعنوي ديالهم اولا، زائد انهم يمنحونا لو ريزو ديالهم بحيث ان الاسم ديالهم فقط كافي اننا نديرو دي كونفونسيون باش ناسيغي واحد لا بيرينيتي ديال لي كوموند واننا نقدروا نزيدوا لقدام. محمد مساء الخير. مساء الخير سي محمد، مرحبا بك معنا في برنامج شكون غادي في مشروعي. شكون لابس الخضر؟ واش مشروع ايكولوجي جبتنا اليوم؟ هو فيت 80% ايكولوجيك. داكشي علاش هزنا لا كولور فيرت باسكو كنديروا لافاج افافيغ. شنو وجدتي اليوم المستثمرين ديالنا باش تقنعهم يمشوا معك في هذه المغامره؟ دابور بغيت نوريهم لو كوتي اومان ديال هذا البروجي هذا ولو كوتي سوسيال ديالو انسي كو لا رونتابيليتي اللي كاينه فيه. محمد تبارك الله عليك، عطيك نصيحه واحده، ثق في راسك، ثق في مشروعك وهذه فرصه ديالك. تفضل. ميرسي بوكو. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد المدن 34 سنه، مؤسس شركه كلينوتو. الفكره ديال كلينوتو هي في الحقيقه واحد الحل لجوج المشاكل الاساسيه. المشكل الاول هو اللي كيواجهوا اصحاب السيارات وبالخصوص في المدن الكبرى، بحيث انني ملي كنبغي نغسل السياره ديالي خاصني دابور ديبلاصا حتى الكراج ديال لافاج، الا لقيت واحد ولا جوج الناس سابقيني خاصني نشد نوبتي، وبعض المرات كيكونوا عندنا التزامات اخرى ما كنقدروش نوفيو بها. حاجه واحده اخرى نقدروا نديروها هي نعيطوا لاجون ديال لافاج موبيل يجي حتى لعندنا، ولكن ماشي ديما كيلتزموا بالوقت ديالهم، زائد ان لا كاليتي سيرفيس ما كتكونش ديما على اوتير ديال داك الشيء اللي حنايا بغينا.
المشكل الثاني هو اللي كاين عند هاد لاجون ديال لافاج موبيل اللي هو نابع من واحد التجربه شخصيه كنت مريت بها في واحد الظرف اللي هو شويه صعيب بحكم انني كنت خدام ما بيا بحال واحد 50-60% ديال المغاربه بين الليله وضحاها فقدت العمل ديالي بسبب جائحه كورونا. الوغ هنايا بحكم انني اب لواحد الطفله اللي باقا صغيره ورب اسره كان خصني ضروري نفكر في شي حاجه اللي غنديرها اللي غتخليني على الاقل يكون عندي ذاك المصروف اليومي. هنايا كنت اتجهت للافاج موبيل وحاولت نقترب من الناس اللي كاينين سيغ لو تيغان باش يشرحوا لي شنو خاصني. ملي مشيت عندهم لقيت اصلا الكابيتال اللي كنت انا موجدو الفلوس اللي جامعها ما كافياش تماما باش نبدا، وهما اصلا اللي كاينين في المارشي كيعانيو من النقص ديال الكابيتال بحكم انهم اغلبيه ما شاريينش الماتيريال كامل، زائد هاد الناس هادو ما عندهمش دي مويان باش يجيبوا الكليون، سوا ما عندهمش لا كومبيتونس في الماركتين ديجيتال او ما كيعرفوش ليه. حاجه واحده اخرى ان هاد الناس هادو خدامين عشوائيا ما عندهم لا كوفيرتور سوسيال لا حتى حاجه، انسي كيعرفوا حاجه واحده وهي كنغسل الطوموبيلات ما كيعرفوش d'autres types de lavage mais ما عندهمش information exhaustive fait de le métier هذا. La solution ديال كلينوطو جات لهنايا باش تعطي لو كليون لا possibilité ديال انه يغيزيرفي لافاج ديالو فوق ما بغى وقت ما بغى ويكزيجي لا كاليتي دو سيرفيس اللي كتكون كارونتي بار كلينوطو. انسي عطينا ان مويان ديال لا ريكلاماسيون هادشي اللي ما كاينش عند لي زوتر اجون انديبوندون. وبالنسبه لاجون دو لافاج موبيل هنا قدرنا نديروا واحد الشراكه مع مجموعه ديال لي زورغانيزم باش يعطيونا واحد لو فينونسمون ديال شاك بورتور دو بروجي ديال 90% لي ان دي اش سو فورم ديال واحد لا سيفونسيون ديال 60% انسي لي زورغانيزم دو كريدي غيمولوا 30% من هذا المشروع هذا. الوغ كيبقى هاد لو بورتور دو بروجي اوليو دي انه يهرس دماغه مع 100% من هاد الكابيتال هذا كيولي خاصو يجيب 10% ويكون كما كنقولوا قد باش يبدا هاد البروجي هذا. حاجه واحده اخرى درناها واللي هي مهمه هي اننا هاد الناس هادو غيكونوا كلهم دي اوتو انتربرونور باش نقدروا حنايا ندير لهم واحد المواكبه اداريه باش يديكلاريو راسهم في لا سي ان اس اس. انسي قدرنا نديروا واحد الشراكه مع واحد لورغانيزم ديال لاسيغونس باش هاد الناس هادو غتكون عندهم اون بليس ديال لا سي ان اس اس ديالهم عندهم واحد لا ميتويال اللي هي بريفي. قدرنا نديروا في نفس الوقت واحد الشراكه باش هاد الناس هادو يكون عندهم دي فورماسيون في لو ميتي ديالهم انسي دي فورماسيون على لا سيكوريتي روتيير اي دوطخ تيب ديال لي فورماسيون. حاجه واحده اخرى مهمه درنا لهم هنا هي اننا وفرنا لهاد الناس هادو اون بليس ديال ان واحد لا سونترال داشا اللي غتسمح لهم انهم يشريو لي بري لي برودوي ديالهم ولا الماتيريال ديالهم بواحد لو بري اللي ناقص بزاف على الثمن اللي كاين ديجا عند غروسيست. قدرنا اننا نعطيوهم واحد لا ماركت بليس اللي كاينه فوسط لابليكاسيون موبيل، يعني هاد السيد غيمشي يغسل السيارات ولكن راه انه اون ميم طون راه كيدير لا فونت اون لين ديال دي برودوي. هادشي كله اترافيغ واحد لا بلاتفورم اللي هي عباره على ابليكاسيون موبيل بوغ لاجون وابليكاسيون موبيل بوغ لو كليون بالعربيه وبالفرنسيه اللي كتمكن لو كليون كما قلت لكم انه يريزيرفي الوقت اللي بغى وفين ما بغى لافاج ديالو، واللي كتمكن هاد الناس لي زاجون ديال لو لافاج انهم يكونوا ماشي كيغسلوا الطوموبيلات مي عندهم مقاولات ديال غسيل السيارات. قدرنا نوفروا لهم انهم ما غيبقاوش غير في لافاج ديال لي فواتور مي درنا دوطخ تيب دو لافاج بحال لي دوفونتور ديال المغازان، حيت كما كنعرفوا لافاج راه كيكون اوت سيزون بات سيزون، حنا في لو بات سيزون اون فاغي كومبونسي هاد لا شوت باغ دوطخ تيب دو لافاج. قبل ما نتلونسا في هذا المشروع درنا واحد ليتود اللي هي على هذا المارشي هذا واش سي تان مارشي بورتور ولا لا، والخلاصه اللي لقيناها هي سي تان مارشي تري بورتور افيك ان تري بورتور. لو مارشي ايتي فاليي 2.8 مليار دو ديرهم، كاين 4.68 مليون سياره في المغرب حسب احصائيه ديال وزاره التجهيز والنقل. و اون موين سيلون اش سي بي كل فواتور كتغسل او موان دو فوا بار سيمين. حنا لا خدينا غير النص نقولوا راه النص كاين في زون ريغال النص كيغسل لراسو، غنلقاو ان 4.68 مليون سياره غنضربوها في ان سول لافاج غنضربوها في 12 موا غنضربوها في ان بري موين اللي هو ديال اللي هو 50 درهم. هادشي عطانا 2.8 مليار دو ديرهم. لا سيبل ديالنا اي كومبوزي دو بي تو بي تو سي حيت عندنا لو بارتيكولي عندنا ميم لي زونتربريز. لو بيزنس موديل ديالنا نقدر نقول ان بيزنس موديل اللي هو سامبل كيركز على لوبيريزاسيون ديال لو سيرفيس، والمشروع ديالنا بغينا نقولوا ما كاينش فيه غير لو كوتي ايكونوميك اللي هو لا رونتابيليتي، مي كاين واحد لو كوتي سوسيال واللي هو مهم هو ان اسيغيو لهاد الناس هادو واحد لا دينيتي سوسيال باش يقدروا غدا ولا بعد غدا يقولوا انا ماشي كنغسل الطوموبيلات ولكن عندي مشروع ديال غسيل السيارات اللي غنقدر نطوره مع الوقت. Notre demande est à 400,000 dirhams contre 15% du capital. تبارك الله عليك، مشروع متكامل فيه منطقة ديال الماركت بليس، فيه جانب اجتماعي، فيه جانب بيئي، دونك تبارك الله عليك. أنا بغيت غير نسألك سؤال واحد، شنو اللي كيفيق كل نهار
الصباح بكري وكيجعلك انك تبقى خدام على هذا المشروع. علاش بالضبط هذا المشروع؟ في الاول كان الفكره هو انني في ذاك الوقت ديال كورونا والكونفينمون يلاه خصني مالغري لي ديبلوم اللي عندي ما قدرتش نولي اكسيدي لو مارشي دو طرافاي دغيا. فكرت ندير واحد المشروع صغير اللي غنقدر نوفر به اموال الحاجيات ديالي بحكم ان عندي واحد الابنه اللي العمر ديالها ديك الساعه كان هو 6 شهور. فكرت اني ندير هذا المشروع، ولكن منين مشيت ولقيت بزاف ديال زوبستريكسيون ولقيت ان الناس ديجا كيعانيوا في هذا لو دومين هذا، وسمعت واحد الجمله اللي كانت هي الحافز الاساسي باش انا حاولت نزيد نكروزي في هذا البروجي هذا، هي ديال واش قريتي تعيتي باش تولي تغسل الطوموبيلات، وبيغ كو سا واش من لو ديجيتال باسكو انا جو فيان دي دومين ديجيتال مع واحد لاولدين، واش من ديجيتال غتمشي للافاج موبيل، وهي اللي درنا حنايا سي لو ديجيتال او سيرفيس دو لافاج موبيل. وليو ديال انني نكون انا اون سول اونتيتي اللي كندير هذا الشيء هذا، يكونوا ان نونسون الناس اللي غيكونوا اورغانيزي. ممتاز، تبارك الله على العزيمه ديالك والاراده ديالك. كاين مسائل واحده اخرى عندها علاقه بالارقام، ولكن غنخلي الاصدقاء ديالي يطرحوا هذه الاسئله. سلمى. وي تبارك الله عليك، سي ان تري جولي بروجي. انا عندي سؤال واحد، الا شديتي عينيك وحلمتي على 5 سنين شنو غتولي كلينوتو؟ اوفيت كلينوتو سي اوبر، ولكن ديال لو دومين ديالنا. Par contre, Uber n'est pas rentable jusqu'à maintenant. Par contre, Hnaya, on sera rentable. Déjà, Hnaya, on est rentable fait les 2-3 mois qu'on a commencé. Bravo, Ali. Cédric. Alors, je suis fini. Je suis fini bizarre. Je suis fini taxer le projet d'Yelk. Je vais tenir l'histoire de BHBDT. Ou le Benz d'Yelk, il est encouragé à ce que BHBDA. Le projet d'Yelk est très intéressant. Réouaf est juste les problèmes que BAR. غير فاش قلتي بيتي بروجي بالنسبه ليا هو ماشي بيتي بروجي، هو سي ان غران بروجي، باسكو عندك جوج لي بروبليم كبار، يا خصك الزبناء تجيبهم لا بلاتفورم ديالك، ولكن ما عندكش غير هاد البروبليم، عندك بروبليم واحد اخر، يا خصك تجيب عاوتاني لي لافور ولا لي زاجون كوم تو لي زابيل، حتى هما دونك عندك دوبل بروبليم وكنظن تقدر توصل لهم. عندي سؤال في هاد لابارتي الثانيه، هضرتي على ديك لي زاجون، قلتي عندك دو تيب داجون، قلتي دي زاجون بروبر وقلتي دي زاجون les خدامين معاك فرانشيزي. Donc très bien. Alors la partie des franchisés تاع معاك فيها à 100% باش تكون سالواسيطه ما بين كلشي وتكون عندك une commission sur le tout. هذه لا partie اللي تقدر تكبر بها دغيا. La partie des agents propres ما فهمتش بغيتي ديرها. Alors les agents propres كما كتعرف حنا دابا à chaque zone كنبغي نفتحوها on préfère ديال les agents ديالنا هما اللي instaurer وداك la visibilité وداك la couverture d'abord باش منين غنجيبو هاد les agents اللي هما franchisés, ils vont suivre donc le process les kandiro. يعني ملي غتجي تحل الطوموبيل باش تغسلها، دو ملي غتهز لاسبيراتور حتى ملي غتسد الباب. الاول انت كفرانشيزي الا ما كانش عندي ان موديل اللي غنحطو لقدامك غتشوفو tu vas pas le suivre. باش داك لو طرافاي ديال لو لافاج ما تكونش لا بريستاسيون عشوائيه كما كاينه دابا في لو مارشي. داكور، دابا اكطوالمون انت غير في كازا على ما فهمت. حاليا حنا كاينين في اون سول زون اللي هي سيدي معروف، باسكو نو زافون اونيتي موبيل وحده. خدينا لاكور مع عند لي ان دي اش ديجا نو زورون واحد 10 ديال لي زاجون مع عند العماله ديال الفيدا انسي كل عماله ديال عين الشق اللي حتى هي غتعطينا واحد 4 ولا 5 ديال لي زاجون سوم اون نيغوسياسيون معاهم. يعني ديسي لجانفي 2022 غنكونوا واحد اون كانزين ديال لي زاجون، ايسي اون ناجوت واحد 10 ديالنا اون بو كادري واحد نقدروا نقول واحد 30% من كازا. D'accord. Et nous avons vu que ce modèle ne sera pas sur Casa. 2022, on aura sur Casa Mohammedia. Mais chaque année, on prendra le modèle. On va le dupliquer sur le Maroc. Et nous allons aller ville par ville. تبارك الله عليك. هذه الحاجة الأولى. كما قالوا الإخوان ديالي والأخوات، عندك واحد الشجاعة والديتيرميناسيون اليوم. سوا سيو سيرتان غتنجح. مي على البروجي ما بغيت نعرف شي شويه ديال الارقام على شنو هو المارجنز اللي عندك، شنو هو لو بري. لا دارها لاجون اون بروبر ديالنا كناخذوا 40% دو لا مارج. هادشي حيدنا لامورتيسمون ديال التريبورتور، حيدنا لو سالير ديالو، حيدنا لي كو ديال لا كومونيكاسيون ديجيتال بور لاكيزيسيون ديال لي كليون. كتبقى لنا اون مارج نت دو 40% اللي هي نقدروا نقولوا 20 درهم في كل 50 درهم. وبالنسبه للي فرانشيزي كناخذوا معاهم 20% في شاك بريستاسيون، يعني لافاج دو 50 درهم كناخذوا فيه 10 درهم. ما عرفتش كيفاش كيديروا هنا لافاج، مي مثلا في بلاد وحدين اخرين ما يمكنش لك تكب الماء في الطريق وانسي دو سويت افيك لي برودوي شيميك. دونك اما انت كتقول ايكولو ما عرفتش كيفاش غدير. واش غادي
très bonne question. Alors, حنايا ملي نتاج هنا لهذا لو مارشي هذا شنو لقينا المشكله اللي كاينه فيه هي لو غاسبياج دو لو. L'écologie اللي كاينه عندنا في البروجي ديالنا سي ا 80% لافاج ا فابور. لي 20% كي ريست هي في اللي كيكونوا شي طبايع كما كنقولوا صعابين ما يقدرش لافابور دير لافير او بعض المرات كيكون واحد لو كليون اللي كيكزيج دو لو. كدير اون كوموند شحال الوقت باش كتكون نتايا ديسپونبل؟ وي مشيتي لاهم نقطه عندنا وهو لو فاكتور كلي سيكسي ديالنا حنا هو لافونتاج كونكورونسيال ديالنا. حنا نو زافون ديفلوبي واحد الالغوريثم كي اترافير واحد لو زونين ديال لي زاجون كي بيرمي ديال او ماكسيموم ملي غدير لا دوموند ديالك لدابا و ماكسيموم 30 مينوت غيكون عندك لاجون باسكو هادشي اش قلت لك حنا اون طرافاي بار زونين هاد لاجون هذا ديالك ماشي نعم باسكو سادي هادشي خصك شحال عنده من واحد ديجا خدام عنده دونك خدام عنده عندك شي علاش سولت في الاول على لاجون فرانشيزي هادشي اش بغينا نخدمو حنا بار زونين يعني ادي 10 ديال لي زاجون يكوفر لا زون باغ اكزومبل ديال عين الشق في لا زون ديال عين الشق كامله فيها جوج ديال لي زون خمسة غيكونوا في هذا الغيون ديال 30 مينوت وخمسة غيكونوا في الغيون ديال لكن لكن بعد اصبحوا كلهم باغي يغسلوا الطوموبيلات كي غندير ليها 30 دقيقة ما يمكنش لا حيت سميتو في لابليكاسيون موبيل كاين واحد الالغوريزم كي بيرمي با ديال يكونوا دي كوموند اون كونتراديكسيون سي اشاك فوا كدير واحد لا كوموند كيمشي ان اجون ليها ما غاتوليش طيح عندو كوموند في نفس الوقت طيح عند تسعود لي باقيين لا لا بيان سور حنا كنقولوا غير تزادت لا دوموند في دقه واحده ما غاديش تقدر سافا با بيرميتر انك تاخذ داك لو كرينو اوغير في داك لا زون الا ما كانوش لي زاجون ديسپونيبل دونك تو بو نو با ايتر ديسپونيبل في شوكيت في لابليكاسيون ديالك هذا هو السؤال ديالنا ديسپونيبل ولكن كنبروبوزي عليك توجور ان اون التيرناتيف الوغ انا كيف ما قلت لك فريمون عجبتيني بزاف الحاجه الوحيده هي انني انا ما عنديش خبره كاع بلو دومين ديالك كسوا في لا بارتي ديال لي فواتور ولا في لافاج ديالهم ما باغيش نقول لا ولكن غنقول لا حيت ما نكونش عندي شي فالور اجوتي بالنسبه ليك دونك ما يمكنليش نستثمر في البروجي ديالك غادي نقدر نستثمر في المشروع ديالك ولكن ماشي بهاد لا بروبوزيسيون غادي نداكو على ليكويتيم دابا واحد شويه سي زهير شوف انا غندير بحال هذا قال له بحال الكبده الرطوبه وقلت لي دم غنقول لك تبارك الله عليك بكل صراحه انا كنظن دابا في الوقت الحالي كاين هادشي ديال الانداش اللي مشيتي فيه الى اخره يمكن خصك تمشي في واحد المنطق انك تكبر العدد ديال لي زاجون ديالك تكثر العدد ديال الكليان ومن بعد غادا غتحتاج ربما لي بيزنس انجل باش يدخلوا معاك في الجانب ديال البي تو بي هذا الراي ديالي شخصيا بيان سور كل واحد والراي ديالو ولكن نتمنى لك كل التوفيق وتبارك الله عليك الله يوفقك الوغ انا عندي سؤال دابا شنو هو رقم المعاملات ديالك حاليا درنا 48000 درهم في افيك ان سول تري بورتور في لو موا اوت باسكو سيتي لا هوس درنا 48000 درهم في لو موا حاليا وصلنا ل 96000 درهم دونك 100000 درهم تقريبا مي يلاه بديت افيك ان سول تري بورتور وي ولكن سي دو موا دو موا باقي ما عندناش لي داتا باش نقدم البروجي تاعك واش مستعد تشوف هاد لا فالوريزاسيون على اوس فليكسيبل وي اوكي عطينا جوج دقائق غنخمو ونعاود نعيطو لك طوب دابا لي انا المستثمرين مجموعين مع بعضياتهم سلمى ومهدي بينوا انهم مستعدين يمشوا معك تظن انهم عطوك شي عرض اللي مقنع انا كنتمنى من الله اننا نعطينا عرض مقنع باش نقدروا نكملوا هذه لافونتور هذه كما بديناها وانت مستعد انك تنقص شويه من ترفع شويه من الحصه اللي كويتي تعطينا حنا هنايا بور نيغوسي ان شاء الله دابا نتسناوهم يناقشوا مع بعضياتهم ونشوفوا شنو يقترحوا عليك داكور محمد تنظن ان المستثمرين جلسوا في بلايصهم كان نقاش بان لي حاد بيناتهم تفضل باش تكتشف شنو يقترحوا عليك شكرا سي محمد حنا درنا واحد الاستشاره بيناتنا وعندنا لك واحد لوفر اللي فيها 400000 درهم بوغ 20% انا من جهتي نقدر نستثمر 100000 درهم سلمى 200000 درهم والسي رشيد 100000 درهم دونك 400000 درهم مقابل 20% فات الوغ هي شويه صعيبه ولكن نقدروا نقولوا سي تان بون ديل اي بيان سيدي فيليسيتاسيون ميرسي ميرسي بوكو
محمد تبارك الله عليك. اخيرا تظن انه كان نقاش صعيب وما كانش انك تقلع المستمرين ديال هذه الليله؟ وفات كان شويه لو فيل دو نيغوسياسيون كان شويه طوندي سورتو مع لاسوسي ديالي اونتر لي انفستيسور، مي الحمد لله قدرنا نديرو ان بون ديل اللي غيقدر يمكننا اننا نديفلوبي لا ستارت اب ديالنا اون ميم طون اون اوغي لونغاجمون ديالنا اوبري ديال لي انفستيسور. وانا كتخلق مناصب شغل جديده وهذا الشيء اللي جميل بزاف. تبارك الله عليك اللي ربحتي استثمار موكبه المستثمرين وايضا انويت هذيك الخدمه ديال الكلاود سوغا باش تحمي البيانات الشركه ديالك والبيانات ديال الزبناء. تبارك عليك محمد. السلام عليك. سلمى بن عبدو الإدريسي تاقت محمد والمشروع ديالو وبالتأكيد غادي تعطيه الشيء الكثير. أجي نتعرفوا على هاد المستثمرة. سلمى بن عبدو، je suis maman de trois enfants et j'ai monté il y a 10 ans maintenant Becartier les Bourges Finance. On a rejoint un réseau cette année qui fait partie des 10 plus grands cabinets de conseils financiers dans le monde et qui est présent dans presque 150 pays. On est une banque d'affaires indépendante, on est passionné par les entrepreneurs. On va les accompagner dans des opérations de levée de fonds. Par exemple, un entrepreneur a besoin d'investir, il a une phase de développement de sa vie où il a des projets et nous, on va l'aider à trouver un investisseur qui va mettre de l'argent. Donc c'est un peu comme les startups qu'on va voir dans cette émission. Je crois que quand on se lance dans un projet de création d'entreprise, on est un peu insouciant, c'est-à-dire on n'imagine pas le chemin que ce sera. Il faut avoir foi en ce qu'on fait et ne pas avoir peur de se tromper et ne pas avoir peur d'échouer. Il y a toujours celui qui a peur pour toi et qui te dit mais vraiment, est-ce que tu as réfléchi à ce que tu es en train de faire? Tu es bien là où tu es? Et après, l'idée est importante. Mais là, on démarre avec une idée et on va sortir avec une autre, on le sait. Puis ensuite, pour que je puisse moins investir, il faut que je sente que j'ai de la valeur ajoutée. Donc il faut que ce soit un secteur que je comprends, là où j'ai des choses à apporter, des idées à apporter ou des contacts ou voilà, faciliter certaines choses et que je peux interagir. Et voilà. Sinon, il vaut mieux que ce soit un autre business angel ou un autre investisseur qui accompagne.